ايه مالك؟ مش بقولك صباح الخير انا؟ ويجي منين الخير وانت معيشنا في قلق وخوف؟ كل يوم لما تخرج انت واختك بعد عدة دقايق واقول يا رب ما توريني في يوم سوء، كل دقيقة قلبي بينخلق عليكم من الخوف. وانت ولا انت هنا ماشي في طريقك، طريق ملوش آخر، وحواليك نار نار من كل جهة، خايفة النار تتحرك قلبي. متى الخوف بيمنع المكتوب؟ الخوف مش على روحي، الخوف عليك انت واختك، انتوا روحي. الستار موجود. عارفه الستار موجود وانت راجل، بس خدها كلمه من امك، الناس دول مش هيسيبوا حقه. مين ده اللي له حق عندي؟ انا اللي صاحب حق. أبويا الله يرحمه قال لي كلمة على بالي اليومين دول، قال لي يترمي في بحر لا يعوم لا يموت، وأنا قررت أعوم وعارف أوصل كيف للبر التاني. اسمع يا ولدي، إحنا فلتنا منهم امبارح بعجوبة، مش كل مرة متجرب. مين يقدر يجرب وانا موجود؟ انا بس اسعد. وبعدين يعني هيعملوا ايه؟ هيقتلوني؟ ما كل اللي على التراب تراب. عندك حل تاني انت؟ يا مولانا تولانا. ايوه عندي حل.